وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أيها الإخوة الكرام بادئ ذي بدء هناك معرفة حسية عن طريق الحواس الأشياء المادية تعرفها عن طريق الحواس وهناك معرفة عقلية تحتاج إلى آثار مادية والعقل يستنبط من الآثار المادية حقائق هذه الأشياء هذه معرفة عقلية فالشيء إذا ظهرت عينه وظهرت آثاره سبيل معرفته الحواس الخمس واليقين الحسي أما إذا غابت عينه ذاته وبقيت آثاره سبيل معرفته العقل أما إذا كان الشيء مغيبا عنا أصلا ولا آثار له لا الحواس يمكن أن تعرفه ما له أثر ولا العقل يمكن أن يعرفه ما له أثر هذا التمهيد دقيق الأشياء التي تجسدت لها جرم لها وزن لها شكل لها لون لها رائحة لها ملمس لها حيز لها طول لها عرض لها ارتفاع هي أشياء حسية سبيل معرفتها الحواس الخمس أما جدار وراءه في دخان والعقل يقول لا دخان بلا نار فالعقل رأى آثار النار وهو الدخان فحكم على وجود النار من آثار النار فقال لا دخان بلا نار ورأى هذا الجدار نارا الكهرباء لا ترى بالعين لكن تألق المصابيح تكبير الصوت حركة المراوح تبين أن هناك قوة كهربائية موجودة فهذه المعرفة معرفة عقلية والمعرفة العقلية لا بد من أن تعتمد على حسيات على آثار حسية إذا ما في آثار حسية ما في معرفة عقلية العقل يعتمد على الأثر ويحكم منه على المؤثر يعني يرى النظام فيكتشف المنظم يرى التسيير فيعرف المسير يرى الحكمة فيعرف الحكيم يرى آثار العلم فيعرف العليم يرى آثار القدرة فيعرف القدير هذا العقل أما تخيل شيئا غابت عنا ذاته وغابت عنا آثاره العقل لا يستطيع أن يعرفه إطلاقا
نقول هذه الأشياء التي غابت عنا ذاتاً وآثاراً لا سبيل إلى معرفتها إلا بالخبر الصادق. الآن ما الموضوعات التي يمكن أن تكون من المرتبة الثالثة؟ الماضي السحيق، قصة خلق الإنسان، قصة خلق العالم، المستقبل البعيد، ماذا بعد الموت؟ ماذا بعد الموت؟ الجنة، النار، الحوض، الصراط، خبر صادق. المستقبل، الماضي السحيق، خبر صادق. كائنات ليس لها آثار، الجن، خبر صادق. الملائكة، خبر صادق. فهذا المنهج الإسلامي، المعرفة حسية أو عقلية أو إخبارية. هذه القصة قصة خلق الإنسان من النوع الثالث، لا تستطيع الحواس أن تعرفها ولا يستطيع العقل أن يثبتها. الحواس معطلة والعقل معطل. ليس عندنا إلا الخبر الصادق، وقيمة هذا الخبر من قيمة قائله. فالصادق خبره صادق، ومن أصدق من الله حديثا. دقق في هذه الآية، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. في معنى مخالف من الآية، من يكشفه؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، معنى ذلك أن هذه القصة وردت بالباطل. هؤلاء الذين يقولون الإنسان أصله قرد، هم يقصون نبأ الإنسان الأول بالباطل. لماذا؟ لشيء بديهي، لأن الله عز وجل يقول ما أشهدتهم خلق السماوات ولا الأرض ولا خلق أنفسهم. يعني إذا إنسان عمره 80 سنة جالس بمجلس في تجار وقال أنا أخذت محل بزماني بسوق الحميدية وكلفني 5000 ليرة، عنده ابن عمره 12 سنة، قال له بابا غلط هالكلام، طلع فيه القصة من 40 سنة، قال له أنت كنت وقتها؟ كان لك وجود وقتها لما أنا المحل أخذته ب5000، أنت كنت موجود؟ ما أشهدتهم خلق السماوات ولا الأرض ولا خلق أنفسهم. من منا شهد بداية العالم؟ من منا شهد خلق آدم؟ هذا موضوع إخباري لا سبيل إلى معرفته إلا بالخبر الصادق فقط. وإذا كان الخبر من عند الله عز وجل، من عند خالق السماوات والأرض، تأتي وتركل بقدمك 1000000 قصة وتؤمن بما قاله الله عز وجل. هناك نظريات لا تعد ولا تحصى عن بداية العالم وعن أصل الإنسان. بعضهم يقول كان حيوان مخلوق وحيد الخلية فتعقدت حياته إلى أن صار إنسانا سويا. بعضهم يقول أصله قرد، والقرد ارتفع درجة فدرجة فصار إنسانا. العبرة أن هذا الموضوع إخباري، سبيل معرفته الخبر الصادق، ومن أصدق من الله حديثا. إذا دقق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إذا هناك من يقص عليك نبأهم بالباطل، هناك من يقدم لك رواية عن بداية العالم بالباطل، تكهنات ما أنزل الله بها من سلطان، ما في دليل، تكهن، تخيل، توهم، لكن ما في دليل. الدليل حسي، شيء غائب عن حواسنا. الدليل العقلي ما له آثار، لا في له ذات نكشفها بحواسنا، ولا في آثار نكشفها بعقولنا. إذن قصة بداية العالم، قصة خلق الإنسان، لا نأخذها إلا من الواحد الديان.
وأي رواية وأي عرض وأي تحليل وأي تصور لخلق الإنسان إن خالف القرآن اركله بالأقدام انتهى الأمر. فربنا عز وجل الإنسان حينما قبل حمل الأمانة كرمه، سخر له الكون، منحه قوة إدراكية هي العقل، تعد أعقد شيء في الكون الدماغ البشري، وهذا العقل البشري خلق لك لتعرف الله به، فاستخدمه الناس لجني المال الحرام، للسرقة، لارتكاب الجرائم، للسيطرة على العالم، لإيقاع الفتن بين الشعوب، لجمع الثروات بالباطل. الكفار أذكياء جداً جداً أذكياء، يضعون الخطط التي تدهش من أجل استعباد الشعوب، من أجل نهب ثرواتهم، يقومون بتمثيليات مذهلة، كل شيء يفعلونه تمثيلاً من أجل جر الثروات إليهم بالعقل البشري، مع أن العقل خلق لتعرف الله به. يعني ممكن آلة تصوير ملونة تزور فيها العملة ويكون المصير بالسجن، ولك أن تستخدمها استخدام إيجابي تصبح غني جدا من خلالها. الآلة واحدة، إن استخدمتها لغير ما صنعت له للتزوير المصير في السجن، وإن استخدمتها في تصميم الغلافات والتقاويم والبطاقات تصبح إنسان تعيش من ورائها حياة كريمة جدا، والآلة واحدة. أيها الإخوة، الله عز وجل جعل هذا الإنسان المخلوق الأول، جعله خليفة له، معاني كثيرة جدا. أول معنى من معاني خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني سيدنا آدم حينما كان في الجنة لم يخرج منها بسبب أنه أكل التفاحة، لا، سيدنا آدم في الأصل مخلوق للأرض، والدليل هذه الآية، لكن الله جعل هذا الدرس البليغ له ولذريته من بعده. يعني ليس التصميم أنه مخلوق في الجنة فلما أخطأ نقل للأرض، لا، في الأصل للإنسان مخلوق للأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، ولكن الله شاءت حكمته أن يعطي سيدنا آدم درسا بليغا في عداوة الشيطان، أما هو الإنسان في المصير إلى الأرض. هي نقطة أولى. النقطة الثانية، يعني جعله خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن، جيلا بعد جيل، كما قال الله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض. والمعنى الثاني أن الله لكرامة الإنسان عنده أعطاه بعض صفاته. الله عز وجل فرد، والإنسان جعله فرد. ليس في الأرض كلها إنسان يشبهك، أنت فرد، نسيج وحدك، بلازما الدم تنفرد به، رائحة الجلد تنفرد بها، قزحية العين تنفرد بها، الزمرة النسيجية تنفرد بها، نبرة الصوت تنفرد بها، بصمة اليد تنفرد بها. لكرامتك عنده جعلك فردا، لا مثيل لك ولا مشابه لك، هكذا شاءت حكمة الله. لكرامتك عنده سمح لك أن تشرع، أعطاك نصوص ظنية الدلالة ولك أن تجتهد. لكرامتك عنده سمح لك أن تبدع عن طريق المورثات والتهجين، فالإنسان يبدع الآن في النباتات وفي الحيوانات وفي الزراعة. لكرامتك عنده سمح لك أن تحكم، جعلك خليفة في الأرض لتقيم العدل وتردع الظالم وتكافئ المحسن، مكنك في الأرض. في شخص قوي بيده مصير الأشخاص الآخرين، هذا خليفة الله في الأرض. إنا جعلناك في الأرض خليفة، الدعاة الأنبياء والأولياء والعلماء والدعاة، هؤلاء خلفاء الله في أرضه ليقيموا أمر الدين، والملوك والأقوياء
خلفاء الله في أرضه ليقيموا أمر الدنيا. يعني الله عز وجل أعطى الإنسان قوة. يعني شيء الواقع إلا الإنسان بيقدر يحدث جيش، يعلن حرب، يفجر قنبلة مثلا، الله سمح للإنسان يكون قوي. فكلمة جعله خليفته في الأرض، المعنى الأول يأتي بعضهم وراء بعض، والمعنى الثاني لكرامة الإنسان عند الله أعطاه بعض صفاته. وهناك حديث يعني يحتاج إلى شرح طويل، إن الله خلق آدم على صورته لكرامة الإنسان عند الله عز وجل. فلذلك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يخلفني، يعني إنسان رحيم، والله رحيم، إنسان عليم، إنسان عادل، إنسان لطيف، إنسان قوي. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إنسان عفو، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني كأنه الله عز وجل أراد أن نتخلق بكمالات الله عز وجل. الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. طبعا هذا السؤال يسأل عنه مرات عديدة، كيف عرفت الملائكة أن الإنسان سيفسد وسيسفك الدماء؟ الآية تجيب عن ذلك، والجان خلقناه من قبله، من قبل الإنسان، من نار السموم. فعالم الجن ارتكبوا الموبقات وسفكوا الدماء وفسدوا في الأرض، فالملائكة قاسوا على الجن، لأن الله عز وجل أعطى الأمانة للإنس والجن معا. يا معشر الجن والإنس سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بآيات كثيرة جدا صنف البشر وصنف الجن هما اللذان قبلا حمل الأمانة وهما مكلفان. وكل جنس له طبيعة خاصة، البشر من طين والجن من نار. فلذلك الملائكة قالوا يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أنا سأخلق مخلوقات أعطيها حرية الاختيار، أعطيها عقلا، أسخر لها الكون تسخير تعريف وتكريم، أعطيها شهوات، أعطيها منهج، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أبدا، أنت مسؤول. هذا الدرس مصيري، مصيري بيحدد مصير الإنسان، افعل ما تشاء، الله عز وجل بنبهك، يسمعك الحق، يضيق عليك، لكن في النهاية أنت مخير، وعملك بسبب اختيارك، وأنت وحدك مسؤول، ولن يحاسب إنسان على عن إنسان. قل كل يعمل على شاكلته. نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هكذا. فهي الآية تبين أنه أنت المخلوق الأول والمكرم والمكلف، وأنت خليفة الله في الأرض، على مستوى أب خليفته، على مستوى معلم خليفته، على مستوى طبيب خليفته، على مستوى مهندس خليفته، على مستوى مدير دائرة خليفته، أنت خليفته في الأرض. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أيها الإخوة الكرام، محور هذه الآيات أن آدم عليه السلام وذريته مخلوقات متميزة قبلت حمل الأمانة، وحينما قبلت حمل الأمانة
فتحت لها أبواب المعارف. فسيدنا آدم علمه الله، وحينما يعلم الله الإنسان هذا شيء يصعب تصوره. الله عز وجل علم النبي، قال تعالى: علمه شديد القوى. ففضل علم النبي على علم أعلم علماء الأرض كفضل الله على خلقه. الطالب أحيانا يتباهى أنه أنا تلميذ فلان، علمني فلان، علمني هذا الأستاذ الكبير. فكلما كان قدر المعلم كبيرا كان افتخار الطالب بمعلمه كثيرا. فإذا كان المعلم هو الله، الشيء لا يصدق أن يعلم الله الإنسان بطريقة تعطيه كل شيء في أقل زمن. فالآن الطالب حينما يأتي ببعض الأحاديث الشريفة يضبطها ويشرحها ويستنبط منها بعض الأحكام ويقدم هذا البحث رسالة للدكتوراه، تناقش هذه الرسالة ويعطى لقب دكتور. لماذا؟ لأنه فهم بعض أحاديث رسول الله. فأين مقام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. أقف عند كلمة وعلم آدم الأسماء، كما أن الله علم آدم الأسماء علم النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء، جعله أميا. لماذا؟ لأنه لو استقى من ثقافات عصره ثم جاءه وحي السماء تداخل علم الأرض مع علم السماء، فكان أصحابه لو كان الأمر كذلك يسألونه كل دقيقة: هل هذا الكلام من ثقافتك أم من وحي السماء؟ فالله سبحانه وتعالى جعل وعاء النبي خاليا من كل ثقافة أرضية، وجعله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قسنا أن الله عز وجل قسنا تعليم آدم عليه السلام كما أن الله عز وجل علم نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، علم آدم الأسماء. العلماء اختلفوا في هذه الكلمة. أولا اختلفوا في آدم، لما سمي آدم آدما؟ قال: لأنه أخذ من أديم الأرض، من تراب الأرض، وصنعه الله بيده ونفخ فيه من روحه، فهو المخلوق الأول. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان كما تعلمون ركب من عقل وشهوة، فيه قبضة من تراب الأرض وفيه نفخة من روح الله. فإذا سمت نفخة الروح على تراب الأرض كان فوق الملائكة، وإذا سمت قبضة التراب على نفخة الله عز وجل كان دون الحيوان. هو وحده يتذبذب بين أن يكون فوق الملائكة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وبين أن يكون شر البرية: إن الذين كفروا أولئك هم شر البرية. ومتاح لك أن تكون من خير البرية، متاح لك، لأن هذه الشهوات التي غلبت بها رسمت لها قنوات نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام ضبط، عملية ضبط. فأية شهوة أودعها الله في الإنسان جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. بل إنني أقول لكم إن استمتاع المؤمن بالحلال فيه متعة وطمأنينة وسعادة تفوق بكثير متعة المنحرف العاصي بالحرام. شتان بين الزواج والزنا، وشتان بين كسب المال الحلال وبين كسب المال الحرام، وشتان بين أن تعلو في الأرض بعمل صالح أو بجريمة فظيعة.
أما الأسماء التي وردت في هذه الآية فهناك اختلاف كبير بين المفسرين. بعضهم قال الله عز وجل بعد أن خلق المسميات كلها، نحن في عنا اسم ومسمى، هذا منديل، هذا مسمى ومنديل اسم، ولا اسم بلا مسمى. حينما خلق المسميات كلها علم آدم أسماءها، وكأن الله أراد من هذه الآية أن يبين أن آدم له طريق إلى الله يعلمه كل شيء، والإنسان حينما يصدق في طلب شيء الله عز وجل يعطيه إياه، وعلم آدم الأسماء كلها. وبعضهم قال علمه أسماء ذريته جميعا لأن كل ذريته في ظهره، وبعضهم قال علمه أسماء الملائكة، وبعضهم قال علمه أسماء الله الحسنى، أسماءه الحسنى. فلك أن تختار من بين هذه التفسيرات، إما أنه علمه أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، أو علمه أسماء الملائكة، أو علمه أسماء ذريته جميعا، أو علمه حقائق الكون، علمه المسميات وأسماءها. هذه التأويلات المحتملة لهذه الكلمة، وعلم آدم الأسماء كلها. الملائكة ممن أشفقوا ولم يحملوا الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الملائكة مخلوقات عابدة منيبة متصلة بالله عز وجل، تسبح الله دائما، ولكنها ليست مكلفة، ليس عندها تكليف، ليس عندها نجاح أو رسوب، فلاح أو سقوط، جنة أو نار، مضمون مستقبلها لأنها لم تخاطر، لكن الإنسان قال أنا لها وحملها الإنسان. فالذي قبل المغامرة فيما لو نجح يفوق الذي أشفق من هذه المغامرة. فلذلك من خلال هذه الآية يتضح أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وجعله المخلوق الأول وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. بل إن العلماء يقولون المؤمن إذا عرف الله عز وجل وأدى الأمانة التي أنيطت به وحقق الهدف الذي من أجله خلق هو فوق الملائكة المقربين. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هنا في وقفة متأنية أخواننا الكرام، كما قال الإمام الشافعي كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. والإنسان المتعلم أو طالب العلم الشرعي يجب أن يكون متواضعا جدا، وأن يجري على لسانه كلمة لا أدري، لا أدري نصف العلم. جاء وفد من المغرب إلى المشرق معهم أسئلة عديدة جدا، فالتقوا بالإمام مالك إمام دار الهجرة، عرضوا عليه هذه الأسئلة أجاب عن ثلثها، وأما الأسئلة الباقية فقال لا أدري. قالوا يا الله، الإمام مالك إمام دار الهجرة لا يدري؟ قال لهم قولوا لأهل المغرب الإمام مالك لا يدري. عود نفسك أن تقول والله لا أعلم، إن قلت لا أعلم فأنت عالم، أما هذا الذي يعلم كل شيء لا يعلم شيئا كذاب. عود تلاميذك، عود أخوانك، كلمة لا أعلم طبيعية جدا، وأنت في مكانك العلي لا تستحي أن تقول لا أعلم، لأنك إذا قلت ما لا تعلم فقد اقترفت إثما مبينا. يعني في المعاصي وردت في كتاب الله بشكل تصاعدي، الفحشاء والمنكر والإثم والعدوان والشرك والكفر، وأعلى معصية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإمام الغزالي يقول العوام لأن يرتكبوا الكبائر
أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. وطن نفسك أن تقول هالآية ما معناها، والله لا أدري، أراجعها إن شاء الله. ما معنى هذا الحديث، والله لا أدري، أراجعه إن شاء الله. فأنت عالم. هذه الموضوعية وهذا التواضع، التواضع العلمي. أما كل شيء بتجيب عنه بسرعة بلا تريث بلا تروي، سبحانك لا علم لنا، نحن لا نعلم يا رب إلا أن تعلمنا. في السيرة النبوية أشياء مخيفة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام على علو قدره وعظم شأنه وقربه من الله واستنارة قلبه والوحي يتنزل عليه، جاءه أناس من إحدى القبائل وطلبوا منه قراء للقرآن الكريم كي يعلموا قومهم. أرسل معهم 70 قارئا فذبحوهم في الطريق. لما لم يعلم؟ هذا معنى ذلك أن النبي لا يعلم إلا أن يعلمه الله. أي مخلوق لا يعلم بذاته، لا يعلم بذاته أبدا إلا أن يعلمك الله عز وجل، مع أن الوحي جاءه في موضوعات كثيرة جدا وهي أقل شأنا من هذا، ولكن هذا درس على علوم قدره، لا يعلم إلا أن يعلمه الله. فقد يلقي الله في قلبك العلم وقد لا يلقي فلا تعلم. فهذا الموقف الأديب، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. علم الله مطلق، علم الله مطلق، وحكمته مطلقة، وعدله مطلق، ورحمته مطلقة، وإرادته مطلقة. فالاعتراض أو التساؤل في أفعال الله وفي علمه يحتاج إلى، يعني يحتاج إلى معالجة. وها قد عولج الملائكة بهذه القصة. فيمكن أن نستنبط من هذه الآيات الثلاث أن الإنسان علمه بقدر صدقه، علمه بقدر صدقه في معرفة الحقيقة. ومن زادك في العلم زادك في القرب، العلم الذي أراده الله عز وجل، العلم الذي أراده الله عز وجل، وليس العلم المطلق، العلم الذي أراده الله، العلم بالله، والعلم بأسمائه الحسنى، والعلم بصفاته الفضلى، والعلم بأمره ونهيه. حجم الإنسان من هذا العلم، بهذا العلم بحجم صدقه في طلب الحقيقة. لذلك سيدنا آدم فاق الملائكة، والدليل أن الله عز وجل قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أيها الإخوة، الآن العلم هو الذي يرفعك عند الله، والدليل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تطبيقا لهذا الدرس، الذي يرفعك عند الله العلم. الآية الأولى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا استفهام إنكاري، يعني لا يستوي. فالناس رجلان يعلم ولا يعلم، وشتان بين من يعلم وبين من لا يعلم. الناس رجلان عالم ومتعلم، ولا خير في من سواهما. عالم ومتعلم ولا خير في من سواهما. وطالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. وحينما تتعلم اقرأ قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. وحينما تتوسع في معرفة اختصاص ما اقرأ قوله تعالى
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. العالم الحقيقي متواضع، متواضع، لأنه كلما ازداد علما ازداد شعورا بعظمة الله عز وجل فتضاءل في نفسه. فيا أيها الإخوة، هذا درس لنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.